زي وفي حرفين دخلوا في الحرب الأوكرانية الروسية، واليوم صاروا محظورين وممنوعين بأمر رسمي في أوكرانيا بأمر من البرلمان، يعني ممنوعين كتبوا أو ينحط رمزهم على أي شيء داخل أوكرانيا إلا فقط في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك، يعني في الضرورة. غير كده ممنوع ينكتبوا أو يتحط رمزهم زي ما قلنا، خاصة في الأمور الحكومية. وسبب هذه الدراما والمنع هو أنه الجيش الروسي صار بيستخدم حرفين الزي والفي على الدبابات والمركبات المدرعة عشان يميز آلياته عن الآليات الثانية في أوكرانيا، وبالتالي يتفادوا اللخبطة أو إطلاق النار عليها في الخطأ. ومع الوقت تطور الموضوع وقام أي شخص بيأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خياره العسكري في أوكرانيا قام يستخدم هدول الحرفين، سواء يرسمهم على سيارته أو يلبس تيشيرت مثلا مكتوب عليها زي أو في. طبعا اللافت أنه في بداية العملية العسكرية الحرفين كانوا مشكلين حالة غموض ومو مفهوم إيش معناهم، وكانوا بيظهروا كده مثل ما شايفين في لقطات سريعة على الدبابات وغيرها. فشغل موضوعهم مراقبين ومحللين وخبراء استراتيجيين، وحتى صحفيين صار عندهم فضول يعرفوا إيش الفكرة وراهم، خاصة أنه شعار ما قد استخدمته روسيا من قبل، وأصلا حتى في الأبجدية الروسية مو موجودين. لكن لاحقا زي ما شرحنا أنفهم الموضوع وقيل أنه رمز روسيا في أوكرانيا.